كم باب شادي لشري بنادق؟ بسم الله. ولسه نزلين السوق حالا الرجاله، احنا نزلنا السوق متاخرين شويه معلش. الساعه دلوقتي 9 بالظبط. بصوا رجاله، اول السوق ده يا شباب. عامل ايه؟ وراك ايه؟ عنده عرض كويس قوي، قلنا نصوره. ايه الاخبار يا بيه؟ يا رب دايما. دول 600؟ 600 جنيه ده وش الحمام اهو. ثواني بس، دول بكام؟ 800. ودول الكينج؟ الكينج ب 1000 جنيه. ماشي. الروماني ب 1000. ب 1000 جنيه القص ده. تمام؟ والكينج ده بكام؟ دور رمان عامل كام؟ 1000 جنيه. عامل 1000 جنيه القص. والسنافر دول بكام؟ 1000 جنيه السنافر. بص بص الهزازات الهندي بكام؟ 500 جنيه لازم. مفيش لاحم النهارده؟ لا جيت متأخر. ماشي. الرومانيات دي بكام؟ 600. 600 جنيه اللي هنا. هذا العرض بتاعه كله اهو. عنده فراخ كمان ايه؟ الزغلول ليه؟ 400 جنيه الزغلول. ما شاء الله عنده عرض كويس اهو. تمام. السوق قدامكم اهو. السوق زحم قوي. يلا والله المستعان بقى، نخش قدام كده نرجع لكم تاني يا رجاله. خليكم معانا ما تطلعوش من الفيديو، فيديو هيبقى ممتع ان شاء الله. تعالوا بقى يا اخواتي نجيب لكم العرض الجميل ده. باشا عامل ايه؟ يا مبارك حبيبي. السلام عليكم. ولا اللحم بكام؟ ربنا يرضيك يا عم الحاج. لا ده انا بسال على سعر. وده زغلول 500 جنيه. ده زغلول؟ اه. لوحده ولا معاه حاجه؟ 500 جنيه. ادي الزغلولين مساويد. كم الزغلولين دي؟ زغلول. بص عليهم كده. المساويد بكام؟ 500. دول ب 200. المساويد ب 500 جنيه. هنا ابو تشربوز اهو. ده قص كينج سنافر. عاملين كام القص ده؟ 1200 جنيه. لما تنزل 1200 جنيه. ما شاء الله. ده شويه زغاليل برضه. طب انا باخد فيهم بقول لك ده مش جاي عليهم. انا هنزل لي ولا بعديهم. زغلولين. زغلولين بكام دول؟ عاملين كام؟ 400 جنيه؟ طب ليه 400 جنيه؟ وادي برضه هعمل طوائل دوت. كم واحدة هنا برضه؟ إن شاء الله. استأذنك كده. بص. ماشي كده نجيب لكم برضه حاجتين. شوية استراليات هنا اهم. هنخش قدام. تعالوا بقى كده يا شباب نجيب لكم العرض المحترم دوت. ذاكر كام دوت؟ مش نمس. مش نمس. وادي نفخات برضه على قدها نفخات. ولا حاجتين بقى ما شاء الله. سكروطة. طب بص بقى العرض ده كده. تعالى نتمشى كده نجيب لكم العرض ده. ده قص عبايسه حلوين. كم العبايسه دول يا صاحبي؟ ليه؟ دو دو برضو؟ ايوه. مين؟ حبيبي عامل ايه؟ 600 جنيه. ودول ده ب 1000. طب ليه ده ب 1000 وده ب 600؟ ما هو بيتهيألي نفس الطول. الذكر اللي طويل شويه. يعني دول ب 1000 جنيه، دول 600 جنيه.
ربنا يوسع عليكم. انا بقى اللي بتوع ام دول السلام على النبي عليه. طب قول لي، طب اسعار القشر بنادق اني اللي عليا دول القص، دول 4.5 ودول قص. طب الدكر ده بكام؟ 150. ماشي، ما شاء الله. طب والقشر بنادق دول برضو نتايتين؟ انت دي عامله كام؟ السلام عليكم. الصوافات دي 2000 جنيه. الشخاش اللي عامله كام معلش؟ 600 جنيه. ان شاء الله. قول رقم تليفون. 12 8 10 70 8 21. الناس هتتصل بيك. ها يا شيخ مالك الزواج، مالك الزواج؟ ايه ده انت دخلت في الرواحنه وليه؟ الحمد لله موجودين. ربنا يوسع عليك. طب بكام الزواج الرواحنه؟ 400 الرواحنه. والسود؟ والله اكبر بقى الزواج ال 300. ما شاء الله ما شاء الله. ودول عاملين كام؟ العشايه بكام؟ 300. احنا اسعارنا واحده في الزواج ما بنغليش على حد. ربنا يوسع عليك يابا. خضر تبعك والكلام ده؟ طب كام القص؟ خد معروف. ماشي، راجل روحنا كام واحد؟ بص العرض ده يا رجاله، لكم برضه عرض حلو قوي. في روحنا ايه بطراطير سيجارتات، الاحمر ده وده الاحمر ده حلو. بص ايه بيه الاحمر ده عامل كام؟ ولا قص كام القص دول؟ 1700. وروحنا طويل محمد سالين. قبل شوية بقى كتاف. ما الكتاف بقى بكام دلوقتي؟ الكتاف شو حلوين هو والله ما شاء الله. عرض ما شاء الله عليه. عبارك نلحق بقى عرض الغزار. نلحق بقى عرض الغزار ونرجع تاني. بس يا جدعان السوق احنا دخلنا بالعافية. بس هنتمشى كده مع بعض. بس السوق عامل ازاي؟ داخلين بالعافية يا رجالة السوق. اطلب منه طاقة فكشة كمان. الشمس بس ما شاء الله. بص 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 ان شاء الله. اخيرا يا جدعان وصلنا حارة الغزارة. اول حارة الغزارة ايه؟ اخيرا وصلنا معايا اخويا وحبيبي واخويا الكبير. واخويا الكبير عم عادل اللي بحبه الصراحة. ابيض ذكر دول هدايا. هاتوا يا عم. كم سود ده؟ 300 جنيه. كويس. عنده بقى اخر حاجه كده ربنا يزيده ويوسع عليه. حلوه الحته. طلع انتايه ولا ده؟ عيله صغيره. طلع انتايه. كام يا عم عادل؟ 300 برضه. 300 جنيه. وادي انتايه كوربويه. هتفتح؟ 150 جنيه. ده ابن عرباجوك ده والله. ايه؟ ابن عرباج؟ لا والله.
طيب كم ده؟ 100 جنيه حلو. يلا في انت هنا تاري حنيه ولا بكره؟ انا على اول الشارع. ماشي كم ده يا عم عاد؟ 100 جنيه ب 100 جنيه. بدون ريحانية وانت خضر كم الريحانية؟ عم عاد هذه النتاة الريحانية اهي وادي النتاة الخضرة وادي وش الحمام. كم الريحانية؟ عم عاد 200. واد الخضر 200 جنيه حلو كويس. انت عامل ايه؟ انا الحمد لله. سيلفي بقى يا ابويا بقى عشان هو بيصور دلوقتي بقى. الحمد لله والله. اه والله الحمد لله. الحمد لله فرق معلم ابراهيم بتاع الدوله. اه ربنا يكرمك ان شاء الله. ماشي عم عاد هنخش بقى كده حاره الغزار ونخطف كده رمضان ما جاش النهارده بس بنسوا دوم ربنا يدعني كده بس مش مروان يا لهوي ده مش مسوي دوم بس كل ده لسه ايه فاضي. مش جاب حمام عايز تجيب ايه؟ عندي بقى بشر مسوي عايز تجيب حمام. بس كم واحد حم شو كله بس مش بندر ملك شاك يا رب بس الصورة تكون واضحة عشان الشمس. ما شاء الله هم واحدين حلوين أوي بقى الصور ده. أهو بقى الشباب جاي لك عامل إيه؟ أساس الصنعة عامل إيه؟ يا ركابي ما شاء الله كل بكام؟ كل الشرب 300 والعشيه كشك ده طب الزغلولين دول بكام؟ ابيض كلمتين للغواي اللي هتنش وبدأ داخله في النش حبيبي نارك زي الورد تعالوا يا رجاله نخش نجيب لكم برده كام واحده هنا نجيب لكم التكتره. تاخرت عليك ولا ايه؟ تاخرت عليك عامل ايه؟ ما تزعلش الزباين عامل ايه حبيب 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 مش هادي تاخرت تأخرت عليك النهارده؟ صباح الجمال حبيبي الله يخليك. انت عامل ايه؟ يا رب دايما يا رب دايما. الشخشله بكام؟ 400 والحم؟ لا عليك 800 وشهم حمام عالي. اه وشهم. طب ظبط الدنيا كده معانا سكرتور بس نقول معلش كم السكرتور؟ 400 اي حاجه ب 400 سكرتور حلو. ماشي يا ابو شادي خلاص ماشي يا غبار تمام
بس هنا طبعا مسا عندك اشد يسال حاجه. بس الحمد لله طلع لنا بقى الحمد لله يعني تريقة دلوقتي. يبقى زحمة بره. زحمة قوي. عادي بيشيل. لا لا في. بس الفترة اللي جاية دي. الجو بدأ يتأثر على الأول. ليش ربع نادي بكام البول؟ بول عامل كام اهو؟ 500. ماشي يا شادي ماشي ماشي. عينيكوا بقى كده ايه؟ ايه ده؟ 500. على مال. في حاجة تطلع تاني؟ جبتوا الدبل؟ ايه؟ محدش يدفع الفلوس ده. طب خدها ايه؟ لا انا مش هديها. لا يا عم. ماشي. طب ماشي في حاجة تانية؟ مش عايز تقول بكام؟ في حاجة تانية مش لعي؟ طلع علينا بقى. هو الزجل ده ليه اخ ولا الواحد؟ بكام؟ بكام ده؟ خلاص تعالى يا اخويا. كم دور؟ كم ده؟ 1000. يلا يا شباب مش هذا يتكلم. ماشي. دول مرقعات. وريت ابو الشوم الشوم بس الوش عشان احنا لما نقول 1000 جنيه يبقى عارفين احنا بنقول ايه. بس على ما مفيش شحن عشان الناس تعبت. صح كده؟ مفيش شحن يا جدعان. ولا بدون كاش. واللي محتاج حاجه ينزل السوق. اللي محتاج اي حاجه ينزل للسوق. ماركو مفيش حاجه تانية ولا ايه؟ تمام؟ مش كده بقى يا رجاله؟ اقول لكم بقى ازاي بقى. صور ده شكله بس. ايه ده انا؟ ده الراجل المحترم ده. لا كرك عامل كام صح؟ 400 جنيه. والبول؟ البول عامل 800 جنيه. نتال اشرب الندوه دي يا صاحبي. ها؟ عاملك ايه؟ 500 جنيه. طب بس مع وانا ريت دكر. ماشي ماشي يا عم انت ايه مالكش دعوه. خلاص 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 ده هي انت ده بتاع فراخ. انا بربي بط. هجيب لكم برضه كم واحدة هنا رجالة اسكندرانية. ايه ما مش بنجلفان والله. القصة كلها مش فيه. دي 2.25 ده؟ 300 جنيه. أيمن
تدي له 2 وربع ب 300 يعني. خد النكايه يا باشا، خدها. الحمر عاملين كام؟ مش عايزها يعني؟ لا لا خدها. الله يرزقك. انت لو في سماحه دنيا مش هاد. الله يا جدعان. اتفضل بعد اذنك. جدع انت جدع. لسه الدعم مع حد اخويا في الكلام ده؟ لسه الدعم كام؟ مع حد. ايوه لسه الدعم كام؟ ولا انتهى دي؟ الاسود؟ انتهى ولا ده؟ ذكر 300. لا لا. اسكندراني 300 برضو. ادي قص 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 قطعته كامل قص. طبعا ده ما شاء الله. الدكتور بقى رجاله اللي محتاج بقى ايه، ادويه، علاجات، اي حاجه. انا عليكم اقسم بالله يا جدعان، انا بنزل السوق بقالي ايه، بقالي فتره ما حاره الغزار دي مش عارف اخشها. دلوقتي مش عارف اخشها. لكم صباح الفل يا غالي. كم واحدة يا ما شاء الله. سكرت ودي بحر حلوين يا بس سكرت ودي عامله كام؟ مقص كام؟ بس كده يا رجاله. السلام عليكم. ماشي هذه شوية شربنا ديك. لا مش جايبكم طبيب يا طبيب. ايه عاملة كام اللي شربنا دي؟ احنا في الشتاء هو هي كلها سكة واحدة، بيوت واحدة، النتش كلهم يوم. المتال اللي جوه دي عاملة كام؟ 600. ده حلو. مفيش ربنا يوسع عليك. حلوين القطاطا، القطاطا اللي حلوين. تعالوا الرجاله، تعالوا بقى للمتعه. بس كام زغلول؟ فتره ليله. السفره ورقه دول. بص تعالى اجيب لكم شويه شخشله بقى. بس كم الصوف عمنا نزل كل شويه صغيره. شخشله كترت طول وحمر. ادي رجاله اهو السوق اهو، احنا طالعين منه. الدنيا زحمه قوي النهارده، وزي ما انتم شايفين هو رجاله السوق اهوت. وبكده نكون خلصنا تقرير الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.